التفصيله اللي انا عايز اتكلم فيها هي تصريحات للسيد رئيس نادي الزمالك، واللي فيها بيتكلم عن النهارده في تصريحات للموقع الرسمي، قال انه لائحه النادي الجديده لا تعترف بمركز التسويه والمنازعات. يعني لائحه جديده النادي عملها واللي اقرتها الجمعيه العموميه، رئيس نادي الزمالك بيقول ان هي لا تعترف اصلا بلجنه التسويه والمنازعات. يعني ايه؟ واعذروني شويه بقى عشان العمليه مزكمه شويه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي قرار هتاخده لجنه التسويه ولجنه المنازعات غير معتد بيه بالنسبه لرئيس نادي الزمالك وبالنسبه لائحه نادي الزمالك، هو بيقول كده. يعني ايه برضه؟ يعني هو شايف انه من وجهه نظره انه هاني العتال بالتفاصيل بقى دي كلها على بعضيها كأن لم يكن. وده خلينا نفتح او نتساءل بقى مع بعض كده اكتر من تساؤل. هي لما لجنه التسويه والمنازعات كانت استبعدت هاني العتال اللي هي اللجنه الاولمبيه، ليه لجأنا ليها مره تانية لما هي لا تعترف باللائحه؟ ولما هي ايضا لا تعترف اللائحه لا تعترف بلجنه التسويه والمنازعات، اللجنه الاولمبيه عملتها ليه؟ القانون اقرها ليه اصلا؟ يعني وفقا لتصريحات رسميه لنادي الزمالك انه مركز التسويه وفض المنازعات هو على عدم سواء، ملوش لازمه. هو كده ولا له اي لازمه. يعني اي مشاكل رئيس نادي الزمالك بيقول كده نصا. قال انه مفيش اي بند يجبرنا على اللجوء لمركز التسويه والمنازعات التابع للجنه الاولمبيه. طيب قالك ايه بقى؟ قالك انه احنا في حالتنا احنا بالنسبه لنا الفيصل النهائي في الخصومات والمنازعات هو القضاء المدني. طب اقول لكم الكلمه دي من تاني، يعني ايه؟ رئيس نادي الزمالك بيؤكد انه الفيصل في المنازعات بالنسبه لائحه نادي الزمالك هو القضاء المدني. يعني ايه؟ يعني قانون الرياضه ده اكس ولا له اي لازمه. يعني قانون الرياضه ده اكس ولا له اي لازمه. يعني توقيع اللجنه الاولمبيه على قانون توقيع اللجنه الاولمبيه على اعتماد نتيجه الانتخابات اصلا هو العدم سواء. هو القصه والحدوته لو احكيها لكم من بدري شويه ايه هي؟ يعني وزير الشباب والرياضه عمل القصه دي كلها وادى الصلاحيات بتاعه اعتماد النتيجة للجنة الأولمبية المصرية، كان إيه الهدف؟ كان الهدف ألا يتم الطعن عليها في القضاء المدني، وبالتالي تتحول كل مشاكلنا وتتحول كل أزماتنا إلى القضاء. فالراجل قالك لا، إحنا مش هنعمل كده، إحنا هنتحول يبقى عندنا نظام مختلف تماما. اللجنة الأولمبية هي اللي هتعتمد النتيجة، وبالتالي أي حد هيبقى عنده مشكلة هيروح للجنة التسوية والمنازعات. رئيس نادي الزمالك بيقول لا لا لا، أنا ماليش دعوة بالكلام ده، أنا هروح للقضاء المدني. طب واحنا عملنا قانون الرياضه ليه؟ كان ايه لازمته اصلا؟ يعني كل الانديه وكل الصلاحيات اللي عملها وزير الشباب والرياضه لكل الناس وللجنه الاولمبيه وتنازل بمحض ارادته عن بعض صلاحياته وليس كل صلاحياته زي ما عرفنا، لانه له صلاحيات مهمه جدا جدا، من ضمنها المراقبه الماليه، من ضمنها لو في اي بعثه من البعثات تسافر لابد ان يكون هذا من خلال وزاره الشباب والرياضه. لا يجوز اي اجتماع ولا يعتمد اي اجتماع من اجتماعات مجلس الاداره الا لما يروح المحضر بتاعها لوزاره الشباب والرياضه. ايضا ما يتعلق بالتعاقد مع اي مدير فني لا يتم هذا التعاقد الا من خلال وزاره الشباب والرياضه. يمكن دي مفاجات ناس ما تعرفش، بس الحقيقه احنا اتكلمنا مع وزير الشباب والرياضه في الجزئيه دي واكدها بنسبه 100% دي من صلاحيات وزير الشباب والرياضه. وبالتالي حد بقى يقول لي، حد يفهمني يعني ايه لائحه اتعملت؟ يعني ايه لائحه اتعملت؟ لان انا بالنسبه لي كلام رئيس نادي الزمالك هو المسلم بيه طالما مفيش حد طلع نفاه. يعني بالنسبه لي هو كلام صح. الراجل طلع قال اللائحه، هو اللي عامل اللائحه، قال لك اللائحه دي ما بتعترفش بلجنه التسويه، مالناش دعوه بيها، احنا بنروح للقضاء. طيب لما احنا بنروح للقضاء ايه لازمه لجنه التسويه؟ طيب لما احنا بنروح للقضاء القانون الرياضي كله على بعضه اتعمل ليه؟ يا جماعه ما هو يعني بالمخ وبالعقل. اذا كان وزير الشباب والرياضه نفسه قال انا بعمل كده عشان احمي مجالس الادارات من ان هي تروح ويبقى عندنا مشاكل في القضاء، ولما بنروح للقضاء بيتقال عليه تدخل حكومي، فاحنا مش هيبقى عندنا تدخل حكومي، فاحنا هيبقى عندنا لجنه اولمبيه. هي الناس عايزه ايه؟ هي الناس عايزه ايه؟ والله بجد انا محتار. الناس عايزه ايه؟ الناس عايزه قانون رياضه تفصيل يعني؟
ده يبقى تابع للجنة الأولمبية لما أنا أحبه يبقى تابع للجنة الأولمبية، وده يبقى تابع للقضاء القضاء المدني، وده ما يبقاش تابع للقضاء المدني. احترنا جدا جدا في القصة ديت. بس الواضح والأكيد انه نادي الزمالك ماشي في اتجاه مش مظبوط. الواضح والاكيد انه في صراع قوي جدا جدا في نادي الزمالك هيجي على حساب نادي الزمالك نفسه، وانه زي ما الناس كلها ما بتقول وتشير هنا 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 لازم يبقى في تدخل لاقرار القانون. يعني ايه تدخل لاقرار القانون؟ يعني هنا لازم يبقى في رد من اللجنة الأولمبية المصرية قاطع قاطع بلا اي مزايدات. طبعا مش من نوعيه الناس احب اقعد اطلع زايد على الناس. دي تصريحات انا بقول انه اللي قالها رئيس نادي الزمالك، وبالنسبه لنا رئيس نادي الزمالك ده راجل مسؤول. فالراجل المسؤول ده قال اللائحه بتقول، اللائحه اللي انا عملتها بايدي انا ومجلس ادارتي واللي اقرتها جمعيته العموميه بتقول ان انا ماليش دعوه بلجنه التسويه. لجنه التسويه وفض المنازعات التابعه للجنه الاولمبيه المصريه. فاللجنه الاولمبيه المصريه تطلع تقول ايوه صح مظبوط، وبالتالي احنا نلجأ للقضاء المدني، نادي الزمالك يلغى القضاء المدني، او لا مش مظبوط. ليه بقى؟ لان حاله الخلط دي مخليه الناس حاسه انه نادي الزمالك او 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 مجلس اداره نادي الزمالك او رئيس نادي الزمالك يدير النادي بشكل اكنها بالظبط جزر منعزله عن القانون المصري، اكنه في حاجه تفصيل ليها علاقه بنادي الزمالك وملهاش علاقه ببقيه الانديه. ففهمونا، لانه بالشكل ده اللي ماشي كويس مش هيرضى يمشي كويس، اللي ماشي وفقا للقانون هيقول لك غيري مش ماشي بالقانون انا كمان هعمل زيه، او اللي شايف من وجهه نظره ان ده خط سير سليم وانه انا امشي مع لجنه التسويه وفض المنازعات مش سليم يبقى هيضطر يمشي كده. طب انا بقول لكم ده ليه؟ ركز كده ركز كده واحده واحده واقرا المشهد صح.